لا علي على المخيل علي افضل لا حلو سنه ضوك يا لا 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 اسال الحفله نريد مميز حتى من كم بيه وسمح ليبيا 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 ليبيا. فكرة العمل تحاكي وضع الوضع الحالي من الاختلافات من بصفة عامة، المقصود منها قبول الآخر، يعني ان نحن ما نسمعوش في بعضنا، محاولة هيك من الفنانين يقولوا ان في امكانية ان نسمعوا بعض، يعني محاولة فنية، نحن كفنانين متفائلين ان في امكانية ان كلنا نسمعوا بعضنا وكلنا نكونوا واحد. لو فكرنا في ليبيا يعني يشارك فيها نخبة من الفنانين المسرحيين في مدينة بنغازي. المسرحية طبعا هي فكرتها أن شاعر غنائي كاتب أغنية ضاعت منه عن طريق ولده، ولده موزعها على مجموعة من الفنانين، لأن نفس الكلمات تغنى راب، تغنى تغنى غيطة، تغنى شعبي، تغنى البادية، يغنوها علم ويغنوها ضم قشة، نفس كلمات الأغنية. هي الإسقاط أن كل حد يقول ليبيا لي أنا، كل واحد هو ليبيا له هو فقط، ليبيا تم هو فقط، يعني ليبيا ما يغني لهاش إلا هو، اللي هو إقصاء الآخرين يعني. ولكن في النهاية بكل أن بيتفقوا كلهم ويتحدوا كلهم ويغنوها مع بعضهم، تغنى راب، تغنى غيطة، تغنى موشح، تغنى غناء كلاسيك عادي. وهي دعوة للم الشمل، دعوة لوحدة الوطن، دعوة لليبيا دولة واحدة موحدة. غربتوا علينا حتى نحن نبو حد يسمعنا يا أخي.